لماذا برز مفهوم الأقليات العرقية والدينية في العراق بهذه الحدة بعد العام 2003؟ ولماذا يتم التعامل مع العراقيين كمكونات عرقية ودينية بدلاً من اعتبارهم شعباً واحداً ذا هوية وطنية جامعة؟ وهل فعلاً يعد مفهوم الأقليات عاملاً مضعفاً لفكرة الوحدة الوطنية ومهدداً لأسوارها؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة من برنامج طاولة حوار.